نخش على الطبق اللي بعده. الطبق اللي بعده حلة سخنة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب عندي زبدة او زيت او سمنة حسب اللي بحبه، وبعمل كده بنفس الحلة دي. خدت بالك حضرتك يا فندم؟ شوف بعمل ايه. خدت بالك؟ بحمص بهارات. ليه؟ انا عايز اعمل ريحه حلوه وانا بعمل اللحمه دي. فلفل اسود قبل اي كلام، مع الاعشاب، بسم الله الرحمن الرحيم كده. انزل بحته اللحمه مع الاعشاب اللي موجوده قدامي. انا باخد شنطه حلوه بريحه حلوه. جربوا الطريقه مش هتخسر حاجه كده، وسيبها قدام عيني على ما نروق مكانها. هي الفكره في ايه؟ ان انا بعمل تشويح اللحمه، او لما اجي اقلب او احمر لحمه يعني عامه، الصح والمظبوط بديها فلفل اسود زي ما احنا متعودين وعارفين. طب لو عايز اجود اكتر بقى ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل زي ما عملت كده مع حضراتكم. هجيب عندي حبه بهارات حصى واحطهم عندي في الاول، ويبدا يبقى في نفس كده حلو في السمنه او في الزبده اللي بشتغل بيها او في الزيت، وبعد كده ببدا اشتغل واحده واحده على التحمير وشكرا. هنشوف النتيجه عامله ازاي. طبعا اي طاجن في الدنيا لما نيجي نشتغل بيه، الطبيعي ان احنا بنخلي اللحمه بتاعته او الفراخ بتاعته مستويه لوحدها، وده افضل. برجع تاني واشوف الملامح اخبارها ايه. شوف الناحية التانية، أنا عندي حلة سخنة هبدأ هعمل فيها الصوص بتاع الخضار أو الخضار مع الصوص، لحد ما أسوي اللحمة بتاعتي كويس جدا. أهو شايف الملامح عاملة إزاي؟ سايبها، أنا مش مستعجل عليها، أنا عايز اللحمة تتحمر كويس جدا. دي لحمة الطاجن بتاع البسلة. هاجي هنا الحلة النظيفة الحلوة دي، سنة زيت بسيطة، بسم الله كده، وأسيبه يسخن شوية، وبعد كده هبدأ اشتغل بالخضار بتاع الايه؟ الطاجن. ايه هو الخضار اللي عندك؟ جزرايه حلوه، بطاطسايه اضافيه ممكن ما نحطهاش لو مش حابين، في بعض الناس او انا من الناس برضو بحب اكل البسله مع الجزر بس. لو حبينا نضيف معاه البطاطس يبقى برضو اوكي، ما حبيناش برضو اوكي. معلقتين صلصه طماطم، كوبايه عصير طماطم فريش، وهدعم وهطعم بمعلقتين زبده، وفص ثوم لطيف، وبصلايه الحلوه، وعندي معلقه هريسه اظبط بيها التست بتاعي. ده الطاجن اللي هشتغل بيه. هرجع تاني للحمه، خلاص اتحمرت، شايفها عامله ازاي؟ شايفها ولا طلعها من الحله؟ لو قول لي، استنى اطلعها في الحله. نعم. اي. شوف الملامح عامله ازاي؟ وانا شايف ريحه حلوه جدا كمان، مش ريحه عاديه. اسلق اللحمه دي طبعا هسلقها. اسلقها ازاي يا شيخ؟ خد مني. شوف. شوف بصلاية وجزراية اللي قدام عيني أنا شغلته، وبعدين أجيب عندي حبة مرقة أو مية سخنة، بسم الله، وأبعد وشي وأنا بصب المرقة على سخونية الحلة اللي قدام عينيا دي، اللي هو إزاي؟ كده أهو، بسم الله، شكرا. وبسيبهم عندي ياخدوا وقتهم، وهرجع تاني اللحمة تتسلق براحتها خالص. شايف الملامح؟ في قلب البصلايه الصغننه والجزرايه والحبهان والفلفل الحصى ورق الغار ومرقه سخنه، متشكرين. هرحل دي المطرح دي، وتعالى نقفل الطاجن عشان ناخد وقتنا. تمام. التدريج بتاع تسويه الخضار مهم جدا. يعني ايه يا شيف؟ يعني انا ما ينفعش مثلا انزل بالبسله دلوقتي مع البطاطس ومع كله مع بعض. ايه المشكله يعني؟ هقول لك المشكله في ايه. المشكله ان الجزر في تسويته غير تسوية البسلة، غير تسوية البصل، فبالتالي بنزل بالتدريج. تعال نشوف انا قصدي ايه عشان ما تشكمش معايا. هأسس الصوص الاول بايه بقى؟ ببصلية حلوة، بسم الله الرحمن الرحيم كده، واحدة واحدة كده اعمل ريحة حلوة. الريحة دي هتتعمل ازاي؟ هنشوف. بصلاية، وكمان عندي معلقة توم حلوة صغيرة مش كبيرة كده، اهي شايفها يا فندم؟ كمان حته توم فريش منقوع في الزيت، بيدي نفس كويس قوي في الطبخ عامه. حتى لو انا مش بستخدمه في بول زي كده، ممكن اعمل الخلطه كلها 2 كيلو توم افرمهم مره واحده
واقسطهم على اكياس اربع في قلب الفريزر، فبالتالي هيكونوا موجودين معايا زي ما انا عايز. بشوح البصل مع الثوم، ما اخليهمش يبقوا يعني غامقين مني، عشان ده صوص طماطم ما ينفعش يبقى فيه حموضه. طيب وبعدين هنزل عندي على طول بالجزرايه دي. الجزر بياخد وقت اكتر في التسويه، فسيبه عندي يتشوح او ياخد تسويه مع البصل. نفس الموضوع عندي بطاطسايه، بس البطاطسايه دايما بحطها في ميه عشان ما تسودش مني، فبصفيها على السريع كده، وبتنزل برضو معايا تتشوح. التشويح مهم جدا لعدة اسباب. السبب الاول هو ان انا باخد طعم الخضار اللي انا بديله السخونيه اللي هي الزبده او السمن او الزيت الاول. ثانيا لما بنزل عندي بصوص او بنزل عندي بمرقه، بيكون الحاجه واخده تشوك او الصدمه الاولى، زي مثلا 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 هديكم مثال ممكن بعيد شويه بس قريب من اللي انا عايز اقوله. اما اجي اعمل حبه رز لازم اسخنهم الاول. ليه؟ انا ممكن احط الرز عادي واحط المرقه عليه وهيتسلق او هيطبخ. لا، هو تشويح الرز باستمرار بيسخن الحبايه، فبالتالي لما بنزل بالمرقه السخنه واوطي النار الرز استوى معايا. نفس الفكره في اي شيء انا بديله سوتيه او بسخنه عشان يساعدني على التسويه. ده اللي انا عايز اقوله. اول ما احس ان خلاص بداوا دبلانين شويه كده، شايف المنظر، هتعمل ايه يا شيف بقى؟ والله هجيب عندي عصير الطماطم وابدا اسوي حاجتي واحده واحده. الاول بعصير الطماطم مش بالصلصه، بسم الله كده. حلو الكلام، البسله في النهايه مش دلوقتي حالا، لحظه واحده. ومعلش هجيب حبه مرقه كمان، مرقه خضار او مرقه حسب اللي هشتغل بيها، بس دي مرقه المفروض تكون يا اما خضار يا اما مرقه لحمه. وانزل كده بص دي مرقه. وبعدين عشان ما احرقش الصلصه الطماطم اللي انا كنت عايز اشوحها، هكون معاكم حالا، هجيب عندي معلقه ثانيه بعد ما حطيت عصير الطماطم والمرقه، وابدا اتقل الصوص بقى بمزاج. انا هنا شوف، بسم الله، واحد مالوش تاني، شكرا. طب وبعدين يا شيخ انا هسيب الكلام ده كله يطبخ مع بعضه؟ بص الصوص عامل ازاي، انا تمام جدا، انا عايز اسوي الخضار بتاعي واحده واحده. البسله بنزل في الاواخر، الهريسه برضو حسب الرغبه في الاواخر، البهارات خليها برضو في الاواخر. ليه؟ كل حاجه لازم يكون ليها سبب. والله لو نزلنا دلوقتي بالبسله وهي مسلوقه فروزن او جايه علب او اكياس هتتهري مني، ولو نزلت بالبهارات دلوقتي هتغمق الصوص مني او هيغمق الصوص مني. فالافضل ان انا اخلي حاجه تكون واضحه قدام حضراتكم كده شويه، وبعد كده هنقفلها واحده واحده. طيب واللحمه اخبارها ايه يا شيخ؟ والله اللحمه تستوي كويس، هقفل الطاجن في النهايه مع البسله ويخش الفرن، يبقى انا كده في الامان. هل ينفع الطريقه دي يا شيخ في اي طاجن تاني؟ اقول لك طبعا، اي حاجه احنا عملنا اساسيات شغلنا مش اكتر، اساسيات. يمكن انا برغي شويه في القصه دي ودايما بتكلم معاكم فيها، ان الشغلانه اهم من الطبخ التفاصيل والاساسيات بتاعتها. لو اسسنا الطبخه وعرفنا تفاصيلنا رايحه فين وايه بعد ايه ازاي وقت ايه، حضرتك تخش المطبخ وانت رايقه رايقه رايقه، هو ده المطلوب. طيب انا عندي فاصل سريع، بس انا عايز ابص على اللحمه دي عشان كده اقفلها بالمره. ممكن حالا؟ والله انا شايف ان هي زي الفل، وهخليها تكمل تسويتها في قلب الصوص. ايه رايك في الكلام ده؟ شايف الصوص عامل ازاي بقى هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف شوف الدنيا عامله ازاي هنا. شوف كده بقى، ابدا انزل بالبسله وانزل باللحمه وانا قلبي مستريح، خدت تسويه حلوه. بسم الله، ادي البسله بتاعتي تنزل حالا 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 حالا، وهجيب عندي اللحمه وابدا اصفيها من ده كله. انا مش عايز البهارات دي، فواحده واحده بقى مع نفسي كده هبدا هصفي بص اللحمه، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. جينا الناحيه الثانيه، عملنا طبق حلو جدا، طبيخ حلو كده، ريحه المطبخ النهارده بنشتغل، يعني اسمها طبيخ يعني. طاجن بسله باللحمه الضاني او بالمعز حسب يعني، ده او ده بيبقى طعمه كويس او طبعا البقري حسب. فجبنا ربع كيلو لحمه، شوحناهم بمعلقه سمنه، ايوه، حطينا معاها كمان فصين حبهان رمفل ورق غار، شوحنا كويس جدا، خدنا اللون اللي احنا عايزينه، شربناها بحبه مرق عشان تستوي، سيبناها على جنب. جينا الناحيه الثانيه، جبنا حله لطيفه جدا وحطينا حبه زيت، شوحنا واحده بواحده كده البصل مع فص ثوم مع البطاطس مع الجزر، ونزلنا بعصير الطماطم ومرقه عشان تستوي كويس، وكان قفلنا اللحمه والبسله، وده المشهد الاخير. هتحط على طول دلوقتي في طاجن يخش الفرن يعيش حياته. الصوص يكون خفيف كده، مش عايز يكون تقيل الصراحه. تمام،
الطاجن ده سخن جدا هنا كده، حركه بنعملها مع حركه من زمان جدا، بنعمل طشه الاول قبل ما نعمل الطاجن، معلقه سمنه، فص ثوم، و اشوحهم كده مع بعض. شايف الكلام؟ طاجن سخن باين جدا. معايا يا فندم ولا انت فين؟ طش كزبره ناشفه كده، بعمل طشه ملوخيه، معلقه سمنه وفص ثوم وحبه الكزبره. بص الملامح عامله ازاي، ومش كتير عشان ما يطلعوش على الوش بعدين، فاهمين قصدي؟ يعني ما زودش دهون، هو بس الطشه كده كده، بعمل حبه طشه بتاعت ايه؟ ملوخيه. واجيب عندي الطاجن الشياكه بتاعي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا فندم معايا، واقلب حاجتي الاول بالراحه. شايف الملامح عامله ازاي؟ وابدا اوسع، بسم الله، وابعد وشي، بسم الله. شوف الطاجن عامل ازاي، الله اكبر، شكرا. اساوي اموري، شايف الملامح عامله ازاي، الصوص فاتح، كل حاجه واضحه، مفيهاش اي حاجه، اللحمه مستويه. بص شايف الالوان عامله ازاي، حبهانه دي نشيلها لحسن، دي هتبقى حظها او حظ وحش قوي اللي هياكل اول حاجه في حته حبهان دي. واخد الكلام ده كله وارجع بيه فين، على الطاقه، على الفرن على طول، يقش شويه. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. بص بقى الطاجن راح لفين وبقى عامل ازاي. حبه الرز ما فيهمش اي افتكاسه، الصوص بقى والبسله اخبارها ايه؟ يلا بينا نشوف الحكايه دي. بص بقى لما خلاص دخلنا الفرن خد وش عامل ازاي، بص بقى كده من تحت عامل ازاي، شوف شوف البسله عامله ازاي، وبص اللحمه تقطيعه اللحمه عامله زي الجزر ازاي. مفيش حاجه اسمها بقى ما باكلش خضار، لا انا لا يا فندم، كلنا هناكل نفس الطبق مع بعض اهو. بص البسله نزلت في وقت معين في التسويه خضرة ازاي معايا، مش مهريه، ده المقصود من كلامي. وزي ما قلت لكم في اول الحلقه، لو حبينا او لو امكن نبيت الطاجن ده، يا سلام، يبقى فل الفل بالهنا والشفا.